هبهباك الله يا ولد خالوتي، هبهباك الله يا ولد خالوتي، حرام عليك اللي تسويني فيني هذا، حرام عليك اللي تسويني فيني هذا. انت متأكد يا ولد خالوتي ان خطتك هتنجح ولا هتدخلنا في 60 داهية ونتمرضخ جوه وناخد بالشباشب والكعب على وشوشنا؟ ما تخاف يا ولد خالوتي، انا جربتها 52 مرة وما نجحت، لكن ان شاء الله بإذن الله المرة هذه هتنجح. لا يأس مع الحياة، ايش بك تفاءل بلف شكلك وتقليل ادب بست عليك. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، اللي عندها تليفون بكاميرا اطلع، والله العظيم ولا بسوي لها مثل هاك رافع ايدينها من العرس اللي طاف. ايه افتحي حلجك. بعد ما تخلصي اخذيه من الامانات. شو جاي تنك النفضه والرقله؟ شايل انك الهواء من الحيلة؟ بعدنا ما بدينا. ابو هذه العروس اللي كان يقص عليها هذاك الطب الحنفي بخليها تشتري له بطايق مع الرصيد، واعمل لقعها. والآن نستمع لأعذب وأحلى الأغاني من صاحب البلاعيم الذهبية، حيوا معاي مطرب الشعبي الأول طربان. ألو تشيك تشيك ون، ألو تشيك 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 ون. أمان أمان يا مان يا مان يا مان يا مان، الله عظم على عظم على عظمتين كمان. سجل أهدافك لا تيأس لا تخشى المرمى، إيه ده؟ كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى. وين ماجد؟ كابتن ماجد. أي ماجد يا أبو ماجد؟ أنا عارفة كابتن ماجد. ماجد ولا سليم؟ ليش كابتن ماجد؟ شو يخرب؟ عاد إلينا من جديد من جديد من جديد. يا عم طلعوا برا. ايه ده لكن ايه وبتاع ايه؟ اي جديد هذا يا عم؟ فين الشمشب بتاعي؟ طلعوا برا طلعوا برا. فين الشمشب بتاعي؟ اطلع برا يا عم انت. يا ابوك يلي ما افتح لعباتي تو. عيت با دورة، عيت با نادي، وعيت با دورة يا راحة فؤادي. بروح في صدرك صوب المحال، دان 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 دان
اه